البيت الحرام ويا رب زمزم والمقام ويا رب المشاعر العظام بلغ حبيبك المصطفى منا السلام واجعلنا من حجاج بيتك الحرام وارزقنا يا ربنا في مثل هذه الأيام أن نكون من أهل الحجيج وأهل الإحرام كما نسألك يا ربنا حول الكعبة طوافا ونسألك يا ربنا إلى الحجر الأسود قبلة وندعوك يا ربنا في حجر إبراهيم في حجر إسماعيل ركعة وفي مقام إبراهيم سجدة يا ربنا نسألك بالملتزم تضرعا واكتب لنا الى الركن اليماني تسليمه والى الركن الشامي تسليمه كما ندعوك يا ربنا بحلقات الكعبة تعلقا وبأستار الكعبة تمسحا يا ربنا نسألك من فضلك على جبل الصفا تكبيره وعلى جبل المروة حلقا او تقصيره واكتبنا يا ربنا عندك من حجاج بيتك وابعثنا يوم القيامة محرمين ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كما ندعوك ربنا ان ترزقنا من هواء المدينة تنفسا ومن طعامها رزقا ومن مائها شربة وطهورا يا ربنا لا تحرمنا في روضة الحبيب ركوعا وعند مقام النبي خشوعا وعند وداع الحبيب دموعا كما نسألك يا ربنا ان ترزقنا الى اهل البقيع نظرة والى اهل احد دعوة وفي مسجد ذي القبلتين ركعة وفي مسجد قباء ركعة واجعلنا يا ربنا بالمعتدين على الزيارة بعد الزيارة وابعثنا يا ربنا تحت لواء حبيبك يوم القيامة ايها الاخوة الكرام ونحن في الاهلة التي قال عنها ربنا لنبينا يسألونك عن الاهلة يهل الحجيج الى بيت الله الحرام ملبينا باعلى اصواتهم لبيك اللهم لبيك ترحب بهم جبال مكة وسهولها وديانها وكيف لا وربنا ابلغ نبينا قال اهل الحجيج وفق الله سألوه فاعطاهم ودعوه فاجابهم ايها الاخوة الكرام في ليلة كريمة من تلك الليالي وتلك الايام تودع روح الراحل الكريم ربها الى مكانة رقية عالية عند الملك العلام رحم الله الراحل الكريم الحاج حسني الجندي واذا ما ذكر الجندي بشلشلمون ذكرنا بالاذاعي صاحب الاسم المرموق رحم الله شيخنا سعيد الجندي المبتهل الاذاعي ابن قرية شلشلمون ورحم الله شيخنا الاذاعي محمد عبد الحليم سلامة ايضا كان من قرية شلشلمون في هذه الليلة العطرة المباركة ومن داخل هذا القصر المشيد فراشة وإنارة وإذاعة وضيافة إدارة الحاج عبد الصادق البكري
نعيش ليلة تكريم راحلنا الحاج حسن الجندي مشاركين الحاج هليل واخوته الاكرمين الحاج مغاوري حسني والحاج صالح حسني والحاج صلاح حسني والحاج مجدي والحاج فتحي والحاج كمال ابناء الراحل الكريم ومشاركين اخوته الاكرمين معلم عنتر الجندي والمعلم همام والمعلم كمال الجندي والمعلم فتحي الجندي والحاج زينهم والحاج محمد الجندي في حضور خيرة الرجال وبطل الابطال السيد اللواء ماجد بيك الاشقر وعمدة الامر الحاج احمد السيسي وايضا لطيف من اهل الواجب الحاج صلاح ابو قط وندله الحاج المعلم معطية ابو صلاح والحاج محمد ابو عوض والحاج السيد ابو غالي والحاج احمد عبد الله ابو شحاتة. ايها السادة ضيفنا الليلة اثنين من اكابر الاذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل السيد طنطاوي وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. نبدأ لنستمع لشيخنا اسماعيل بخلقه النبيل ومعدنه الاصيل وصوته الجميل بأداء يشفى به العليل قارئا محكما لآيات محكم التنزيل شيخنا الإذاعي الكبير الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي. مش وقت وبعد مش وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. خليك سام. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. حبيبي 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 حاضر حاضر. صدق الله العظيم. مرحبا حبيبي 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 ربنا يخليك ربنا يتقبل يا رب. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. سبح لله. عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. على قد على قد على قد ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
صدق الله العظيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عندي فتحي خليك انت منه وبن بعض. هو بتوع السوق كده بصراحه، احنا بسوق الباب موسم اشتري. Thank you.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا بالله ورسوله
فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض صدق الله العظيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا شديد تقاتل
الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج المتحدث هو رب العالمين والسورة من القرآن سورة الفتح المدنية والقارئ فتح الله عليه من أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي كروان الجمعة والفجر بالإذاعة. شكرنا لكم جميعا ولقارئنا باسم أسرة والدنا الحاج حسني الجندي وشكرنا للحاج عبد الصادق البقري إلى قوة الاستعداد وسرعة التنفيذ ودقة التشطيب وحسن المعاملة في هذا الصرادق الكبير. شاء
شكرنا باسم الأسرة الكريمة لعمدة العمد الحاج أحمد السيسي. شكرنا أيضا لوالدنا الكبير الحاج صلاح أبو قطب والحاج عطية أبو صلاح. شكرنا للحاج محمد أبو عوض من كبار التجار ومن قضاة المجالس العرفية. شكرنا للحاج وليد أبو شنب ما عرفنا فيه إلا الأدب. كذلك الحاج أحمد عبد الله أبو شهاتة والحاج محمد العمدة حوض الطويل والحاج محمود عبد النبي. أيها السادة، باسم الحاج هليل كبير اخوته وهم ابناء والدنا الحاج حسني، وباسم الحاج مغاوري ابو حسني والحاج صالح والحاج صلاح ابو حسني الجندي، الحاج مجدي والحاج فتحي والحاج كمال، وكلهم من خيرة التجار عن والدهم ومعروفين بحسن المعاملة وصدق الكلمة في أسواق الجمهورية. وكذلك المعلم عنتر الجندي شقيق الراحل الكريم، والحاج همام، الحاج كمال الجندي والحاج فتح الجندي والحاج زنهم والحاج محمد الجندي. اشكر للجميع هذا الواجب. واذا كانت الليلة مزدحمة بالرجال فليلة الابطال مليئة بالابطال، وقال نبي